السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أحبائي طلابنا الأعزاء طلاب الصف الأول الأساسي؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وأن تكونوا محافظين على أداء صلواتكم الخمسة وعلى تناول الوجبات الثلاثة والالتزام بالغذاء الصحي. معكم معلمتكم المحبة لكم المعلمة فرح أبو شنار. اليوم سنتابع في مادة اللغة العربية حرفاً جديداً. بعدما نتعرف على حرفنا لليوم، سنقوم بقراءة كلماته، ثم نتناول قصة عنه، وسنتوجه بعدها إلى العمل ضمن الكتاب المدرسي تدريبات الكتاب. وثم يوجد لدينا بعضاً من الألعاب التعليمية الجميلة، وأيضاً سنقوم بحل ورقة عمل الحرف. هيا بنا نبدأ. قبل أن نبدأ في حرفنا الجديد اليوم، ما رأيكم أن نقوم بمراجعة جميع الحروف التي تعلمناها سابقاً كي نحصل على كأس القراءة؟ من يقرأ؟ هيا هيا، من يقرأ؟ أحسنتم. باب، تفاح، هاشم. ومن يقرأ هذه الجملة الجميلة؟ وأود أن أذكركم أن الجملة هي عبارة عن مجموعة من الكلمات رتبناها لنكون جملة مفيدة. من يقرأ؟ أحسنتم. رفيف طالبة مميزة ومجتهدة. من يتابع؟ أحسنت. ربيع طلال مياه. لاعب همام قطة أليفة. أحسنتم، رائعون جدا. أنا الحكواتي، وعندي حكاياتي، أنا الحكواتي، أنا وعندي حكاياتي، أحكي حكواتي، أيوة، وأجمل غنياتي، ودايما بهديكم، أحلى تحياتي، أيوة، أنا الحكواتي، أنا الحكواتي، أنا. أهلا أهلا بالحكواتي. نعم، إنه الجد معروف، أتى اليوم ليروي على مسامعنا حكاية جميلة. أهلا بك يا عم معروف، ونحن متشوقون جدا جدا لسماع القصة. لكن العم معروف يريد أن يذكركم بالقواعد. نجلس جلسة سليمة ونسمع بتركيز عالي كي نكتشف ما هو ضيفنا وحرفنا لليوم من خلال هذه القصة الجميلة. نحن مستعدون يا عم معروف. أبناء الجيران. جاء أبناء الجيران إلى بيتنا. أحضرت أمي طعام الغذاء. أحضر أخي إبريق الماء. بدأنا نأكل وحمدنا الله. شكر أبناء الجيران أمي. والآن أحبتي، بعدما سمعنا وشاهدنا هذه القصة الجميلة، هيا نناقش هذه الصور. الصورة الأولى، ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ أحسنتم، منازل، أبواب، أيضا أطفال، رائعون جدا. يا أول، هل دخل الطفلان إلى المنزل دون استئذان؟ رائع، لا، بل استأذنوا ثم خرج صديقهم ورحب بهم. يا ترى، عندما تريدون أن تذهبوا لزيارة أحد الأصدقاء، هل تذهبون فورا أم تستأذنوا قبل من العائلة؟
أحسنتم، يجب أن نستأذن قبل من عائلتنا ثم نذهب لزيارة أصدقائنا. أحسنتم، ننتقل الآن إلى الصورة الثانية. ماذا نشاهد؟ رائع، طعام، مائدة، طاولة، أطفال. من الذي أعد الطعام لهم؟ هل تذكرون؟ أحسنتم، إنها الأم. دائما الأم هي من تساعد في الطعام، وهي الأم من تتعب لأجل أبنائها، فدائما دائما يجب أن نشكر الأم ونتعاون معها في الواجبات المنزلية. ننتقل الآن إلى الصورة الثالثة. كم عدد الأطفال الذين يجلسون حول المائدة؟ ممتاز، 4. وما جنسهم؟ أحسنتم، إنهم ذكور. هل لاحظتم من خلال الصورة الثالثة والرابعة أنهم التزموا بآداب الطعام والشراب؟ نعم، فيجلسون، يأكلون مما يليهم. أحسنتم، رائع. وبالتأكيد قالوا دعاء الطعام قبل البدء بتناوله، وثم بسم الله الرحمن الرحيم. وما رأيكم يا أول؟ إن نسي أحدا أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا يقول؟ ماذا هل تذكرون في مادة التربية الإسلامية؟ أحسنتم، نقول بسم الله أوله وآخره. أحسنتم، ماذا نشاهد في الصورة الأخيرة؟ رائع، ودع الأصدقاء صديقهم وأم صديقهم. يا لهم من أصدقاء رائعون يحبون بعض ويتعاونون. حسناً، لقد ورد في القصة كلمات تكرر بها صوت حرف جديد. من يذكر؟ دعونا نستعرض بعض من الكلمات. أبناء، أمي، الغذاء، إبريق. أبناء، أمي، الغذاء، إبريق. من خلال هذه الكلمات من يتوصل إلى حرفنا الجديد؟ من؟ هيا. أحسنتم، إنه الهمزة. ومن يرحب بالهمزة؟ هل تذكرون كيف كنا نرحب بحرف الجديد في الغرفة الصفية؟ هيا، ما رأيكم أن نرحب به الآن؟ هيا، ماذا نقول؟ هيا نقف سويا. من الطارق؟ من الطارق؟ حرف الهمزة يدق الباب، افتح افتح يا بواب. أنا الهمزة يشوفوني عند صف أول، خلوني. أهلا وسهلا بالهمزة، شرفتينا ونورتينا يا همزة. ما رأيك أن تعرفينا بنفسك؟ حسنا، اسمي همزة وصوتي إيه. ما هو اسمها؟ الهمزة. أحسنتم، وما هو صوتها؟ إيه. دعونا نتعرف على أشكال الهمزة في بعض الكلمات. الآن أحبتي، هيا بنا لنتعرف على أشكال الهمزة. لديها 4 أشكال. تأتي في بداية الكلمة، إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، مثل أ الشكل الأول، أو الشكل الثاني، إي الشكل الثالث، وتأتي همزة منفردة على السطر مثل أ، وتكون دائما في نهاية الكلام. ننظر الآن إلى أ. أين تشاهدون الهمزة؟ فوق الآل ممدودة. أحسنتم، والفتحة فوقها. أيضا في أو، الضمة تأتي فوق الهمزة والهمزة فوق الألف، بينما الكسرة تأتي أسفل الآل ممدودة. نكتب آ ممدودة على السطر، وأسفل السطر نرسم الهمزة
وأسفل الهمزة تكون الكسرة، هكذا نكتب الهمزة في حالة الكسر. الآن دعونا نشاهد ونقرأ كلمات تحوي صوت الهمزة ونشاهد كيف تم كتابة الحركات. الصورة الأولى أرنب، أحسنتم. هيا نقرأ كلمة أرنب. ننظر إلى الألف أسفلها فهي أ أ أ. رسمنا آ ممدودة فوقها الهمزة وفوق الهمزة الفتح. أذن، أذن، الضمة تأتي فوق الهمزة. إبريق، شاهدتم هنا إبريق، الهمزة أسفل الآل ممدودة والكسرة أسفل الهمزة. دواء، الهمزة منفردة لوحدها آخر الكلمة. والآن أحبتي دعونا نقرأ بعضا من الكلمات التي وردت في القصة. أحضر، صوت الهمزة هنا أ أ. أبناء، أتت الهمزة في بداية الكلمة أ أ وفي نهاية الكلمة منفردة على السطر أ. أبناء. إبريق، نلاحظ أن الهمزة تم رسمها أسفل الآل ممدودة والكسرة أسفل الهمزة. أمي. أخي. إذن الهمزة هنا تحتاج إلى فتح وضم في حالة أنها فوق الآل ممدودة، وتحتاج إلى كسرة في حالة أنها أسفل الآل ممدودة. أنا المفكر في عقلي الصغير، أسافر وأبحر في كوني الكبير. أنا المفكر في عقلي الصغير، أسافر وأبحر في كوني الكبير. أنا مميز بنعمة التفكير. حسنا يا أحبتي، لدينا مشكلة، هناك بعض من الطلبة كما نشاهد يحتاج إلى المساعدة، ولأن الله تعالى وهبنا نعمة التفكير والحمد لله على نعم الله تعالى، نريد أن نفكر جميعا ونجد لهم الحل، هيا بنا. حسنا يا أحبائي، هؤلاء الطلبة الذي شاهدناهم قبل قليل لديهم مشكلة. في الأمس كان عندهم إملاء لغة عربية، وجدوا أن هناك لديهم صعوبة بالتمييز بين كتابة حرف الياء إي وبين كتابة الهمزة إي إي المكسورة. قامت المعلمة وطلبت منهم كتابة كلمة إيمان، إيمان التي نشاهدها في الكتاب الأول. كتبوا كلمة إيمان كما نشاهد بهذه الطريقة، وللأسف هذه الطريقة خاطئة لأنني أنا طلبت كلمة إيمان. هيا نفكر لنجد لهم الحل. سنقول لهم أننا وجدنا لكم الحل، المعلمة طلبت منكم كتابة كلمة إيمان إي، أول حرف لفظنا إي إي اللي هو الهمزة المكسورة إي إي إيمان، ولم تقل لكم اكتبوا كلمة إيمان إيمان لأن هذا حرف الياء، ونحن نريد حرف الهمزة المكسور إي إيمان، فتكتب كلمة إيمان هكذا. هل لاحظتم أحبائي الفرق؟ إيمان وليس إيمان. ننتقل إلى الكلمة الثانية، كلمة إسعاف. أنا لم أقل يسعاف يسعاف، أنا قلت إسعاف إي إي، همزة مكسورة. والكلمة الثالثة في الكتاب أردن،
أردن. أنا لم أقل أكتب كلمة وردن وردن، لا، أو أو أردن. هل لاحظتم الفرق بين الهمزة المضمومة وحرف الواو؟ أنا قلت أو أردن أردن، صوت قصير، ولم أقل وردن. وكذلك الحال في كلمة أسرتي أسرتي أسرتي، أنا لفظت أو أو ولم أقل وسرتي وسرتي، وتكتب أسرتي هكذا. يجب أن ننتبه إلى الفرق بين الياء والهمزة المكسورة والواو والهمزة المضمومة. أما الآن أحبائي، هيا بنا إلى ركن الألعاب التعليمية. لدي مجموعة من الصور وجدول يحوي أشكال الهمزة أ أو إي أ أه، ومجموعة من الصور. ركز الآن في أسماء وصوت هذه الصور: أسد، إبرة، أخطبوط، ألوان، سماء، إنسان، أرجوحة، وشتاء. حسناً، ماذا علينا أن نعمل يا معلمتي؟ انظر إلي جيداً واسمعني بتركيز عال. ستقوم بتصنيف هذه الصور حسب الصوت. ستلفظ اسم الصورة، وأينما ورد صوت الهمزة ستضعه أسفل شكله المناسب. مثلاً لا توجد هنا صورة أناناس أناناس، ما صوت الهمزة؟ أ أ. سأضع صورة الأناناس تحت شكل الأ، وهكذا ستقوم بتصنيف هذه الصور. تحتاج إلى تركيز عال، فنعتمد على نحن هنا على مهارة السمع والذهن. هيا نبدأ، سأمهلكم قليلا من الوقت لتقوم بحل هذا النشاط، ومن ثم أنا سأقوم بحله. 1 2 3 ابدأوا. إبرة، إي. وبفرشاتي أرسم أحلامي، وبمدرستي مع أصحابي تحلو أيامي. أخطبوط، أو. لغتي لغتي ما أحلاها لغتي العربية. ألوان، أ. سماء، إي. إنسان، إي. أرجوحة، أو. أكتب حرفي، أقرأ كتبي، أغني أغنية. باء لام دال ياء. شتاء، إي. راء واو. رائع جدا، بارك الله فيكم أحبتي. هيا ننتقل إلى نشاطنا الثاني. أحلل الكلمة إلى مقاطع. من يقرأ أول كلمة؟ أحسنت، أفنان، بهاء، أريج. هيا نبدأ تحليل الكلمات. أف نا نو بهاء أن أ ري جو. رائع جدا، هيا هيا إلى النشاط التالي. أركب من المقاطع كلمات. لدي مقطع متحرك مع ساكن أو، مقطع مد را، ومقطع متحرك قن. هيا نركب من هذه المقاطع كلمة. من يقرأ؟ رائع،
أوراق. أحسنتم، أولاد. هيا نتابع. رائع جدا، شتاء. أبطال، وفاء. ونلاحظ هنا أن الهمزة من الحروف القوية التي لا تحتاج إلى ألف ممدودة في تنوين الفتح. والآن أحبتي، بعدما لعبنا ومرحنا في لغتنا العربية وتعلمنا حرفنا الجديد الهمزة وتعرفنا على أشكاله وصوته، هيا بنا لنخرج كتاب اللغة العربية ونفتح صفحة 49. أجرد حرف الهمزة. سنقوم كما تعودنا بالتسطير أسفل أشكال الهمزة وبجانب صورة الأرنب، وستقوم بكتابة أرنب غيبا. وأسفل أشكال الهمزة أزرق، أمي، إبريق، فناء. مع مراعاة الخط الجميل لا ننسى هذا يا أول. ثم ننتقل إلى أنطق. من ينطق؟ رائع، تفضل. أحسنت. أ أو إي إي. أردد الكلمات منتبها إلى صوت الهمزة. أحمد، أسامة، إيناس. شتاء. أضع دائرة حول الهمزة. ثم ننتقل إلى صفحة 50 ونتابع حل التدريبات مع قراءة الجملتان أسفل الصفحة، لا ننسى هذا يا أول. أما صفحة 51 سنقوم كما تعودنا بتمرير القلم فوق نقاط أشكال الهمزة ثم تلوينها بألوان جميلة. ثم ننتقل إلى التدريب الثاني من أكتب، أملأ الفراغ بالشكل المناسب لأشكال الهمزة ثم ألفظ. أيمن، أختي، إسعاف، ماء. ثم أكتب بخط جميل. وبعدما يا أول ننتهي من الكتاب المدرسي نغلقه ونضعه داخل الحقيبة ونقوم بإخراج أوراق عمل الهمزة التي تم إرسالها سابقا ونقوم بحلها، وعند الانتهاء منها نعود إلى قصة الهمزة لنقرأ هذه القصة الجميلة مع مراعاة صوت الهمزة. دمتم بخير أحبتي، وإلى اللقاء في درس جديد.